يا مولي عمي انت قلت 67. شو تشتغل؟ كاسب. وانت ابني منتسب وزارة الدفاع. بالدفاع؟ ما عليك بالدفاع؟ ما غيبوك؟ لا لا سيدي ما غيبوك. شنو صار وياك؟ مع شهر بعد اختفت زوجتي من الزيارة فقدت. نفس اليوم بلغت فيها. سجلت ابلاغ بمركز شرطة السدة. وقدمت الابلاغ ومشيت بالاجراءات الرسمية كلها. فقدان وجبت الكاميرات مال الزيارة. حطيت سلمت للقاضي. كملت وهذه ورا 3 أشهر اشتكوا علي اهلها. 5/7 سلمت للشعب الإجرام السلطة. طبقت 5/7 بلشوا وياي بالتحقيق. قلت لهم أنا ماشي بالإجراءات الرسمية يمكم بالدعوة. إجراءات كلها ماشي بها وهذه. قل له هذا الحكي ما نعترف فيه. رأساً بلشوا وياي بالتحقيق. من يقول لك المحقق؟ محقق وين هم موجودين؟ وين المحقق؟ أم عندك وجه قاعد قوم وقف وقف متى قاعد؟ نفس المحقق؟ ليش يبني؟ تم كاف الإجرام؟ كاف إجرام. سيد يعني 14 متهم طلع من كريم الإفراج الوحيد هو اعترف على هذا الشيء. دليل شنو هو؟ أكو مصادر من ضمن المنطقة قريبة وصلوا معلومات على أن راجع وياهم من الزيارة وأنا أن قام خلفه. فالسيد القاضي يعني ثمان أكد على القضية ووفق قرارات قاضي يعني في النهاية والقضية راح للتحقيق. القاضي عين يعتمد على المعلومات تقدمها أنت. هذا بوك ابني؟ نعم سيد. أي قدم الشكوى عليهم. قدم الشكوى على الضباط فريق أحمد. نعم. تحقيق دقيق. بالتجاوزات الموجوده تنسحب ايديهم من الكامل نحطهم بالتوقيف كونهم ضباط بالداخليه لحد ما نتائج هاي القرارات كبيره تشكلون لجنه جديده في وزاره الداخليه تهتم بملفات حقوق الانسان. 2 تعهد من كل الضباط تاخذون بالتحقيق انه ممنوع ممارسه اي ضغوط او تهديد او ابتزاز للمتهم. مع كل هذا عم ايش عندك شكوى قدمها تحقيق ياخذ حقك. احنا مؤمنين بهذه الدوله. هذه الدوله ورثناها بها مشاكل كثيره بسبب تداخلات البعض بسبب الفساد وبسبب عدم وجود الشخص المناسب في المكان المناسب. الضحيه منو صار؟ الضحيه ابنك. والله هاي المهنيه المريض هاي انا باسم الحكومه العراقيه وباسم وزاره الداخليه. ذول الضباط الغير مهني لا يمثلون الوزاره، يمثلون انفسهم ويمثلون اهواء الشيطان اللي يركبهم اللي محكموا ضميرهم في التحقيق. احنا ما مع هذا البريء ومن الناس غير مهنيين يتبنى موقع حساس يمس كرامة الناس اليومية. لمن يخطئ يجب أن يأخذ عقوبته الشديدة. من يقبل أي تجاوز حقوق الإنسان هذه معايير كفلها الدستور وكفلها المعايير الدينية والمعايير الإنسانية. أنا طمنك حمايتك حماية ابنك عائلتك مسؤولية الدولة. بالإضافة للشكوى أقدم إلى تعويض السيد الوكيل المسؤول على مكافحة الإجرام في وزارة الداخلية انفتح تحقيق وياهم. وين ليش يتابعون المكاتب اللي عندنا في الحلة وفي البصرة هم صار عندنا تجاوز. هاي غير مقبول أي تجاوز على أي مواطن تحت أي عنوان تحت أي مبرر. تحقيق مع الضباط اللي صار تجاوز نتائج التحقيق أتمنى ما يصير فيها أي تدخل من أي طرف كان سياسي أو صاحب نفوذ في تغيير مجريات التحقيق. هذه جريمة نكراء، جريمة كبيرة هزت الوجدان العراقي وهزت الوجدان الإنساني مو فقط في العراق. المطلوب معايير حقوق الإنسان إجبارية من الآن وصاعدا. اللجان التحقيقية في مكافحة الإجرام وفي كل مؤسساتنا التحقيقية في عموم العراق هناك مراقبين ومشرفين من دارة حقوق الإنسان الساعة
تساهم بالتحقيق وتشوف المعايير الحقيقية. أي شكوى تجيكم من مواطن تعرض لها تعذيب أو انتهاك، المطلوب فتح تحقيق بها والتأكد من عتها. المطلوب ضباطكم تدخلوهم ورشات عمل مهنية حقيقية في إجراء التحقيقات، وكذلك التزام خطي من كافة المحققين، معايير حقوق الإنسان، معايير مهنية، تقدم التزام قبل ما يقوم بأي تحقيق من الآن وصعوده. دول الضباط الاثنين تحقيق كامل وياهم، تحقيق هم ومن ساعتهم بهذا التحقيق الغير مهني الذي قدم معلومات للقضاء خاطئة وقدم معلومات للدولة خاطئة لإدانة شخص بريء من جريمة لم يقترفها. النقطة المهمة الأخرى، الاعتماد من الآن وصعودا مع المعايير المنظمات الدولية بحقوق الإنسان في إجراءات التحقيق، عدم التساهل مع أي ضابط أو منتسب ينتهك هذه المعايير التي تمس كرامة المواطنين. وأي ضابط عندكم مدارس كلية أو جاي عن طريق معايير غير مهنية حطوهم على صفحة.